با كي تروح داك تشوف المسيد طايشو كي تروح تخطب تقول لك 200 مليون لازم واجده في الدار. قول لي على واه الشرط تاعها الضغط ولازم الدار، وانا نخدم موظف نسك 4 ملايين الشهر مانيش لاحق نزوج براسي. دوكا ما يتعاونوا ما والو، تقول لك دبر راسك في نهار اللي تروح تخطب لازم تك واحد ديس في الخطبه ديس، وكي تروح تفتح لازم تك 50 ولا 60، وكي دير العرس لازم تك 100، لازم تك 200 مليون في البلاد هذه باه تزوج. وشنو الزواج مليحه؟ انا الله غالب زوالي ما عنديش، كان عندي نزوج. باغي تزوج؟ باغي نزوج. باغي ندير نزوج. المراه كاينه؟ المراه ما كانش عاش خدمه نخدم. المراه كاينه يخدم. هاو قال كاني نخدم. نخدم الحمد لله. الحمد لله. من الشهر كلش خدمه. مازال ما لقاش المراه برك. نقصوا في المهر. نقصوا في المهر، ديروا النيه في ثنيه والعمال على ربي، نقصوا في المهر. قال لك 20 مليون ديروا 10 ملايين. 10 ملايين اخويا ربع 3 اشهر ولا 4 يلمهم بنادم. تديش تدي 4 ملايين الشهر. قداه باه تلم تاع 20 مليون تاع المهر؟ 20 سنه وتتلم. 20 سنه وتتلم باه تزوج. ومن بعد كي تزوج توليك حنا عقرب في الدار. ينقصونا شوف المهر وديروا لنا ديروا ربي ما بين عينيكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اقلهن مهرا اكثرهن بركه. حنا درك بزاف جبدنا على الدين. وذاك هو والزواج حاجه مليحه. الزواج حاجه مليحه. انا في عمري 32 سنه. 32 سنه وناوي نزوج. على ربي ان شاء الله. يا لا نحوسوا نفركتوا لك شمراكه بنت فامي لا نزوجوا لا لا ربي. هو ما يغلبناش الزواج. تاكل تشرب ترقد تروح للطبيب. المعيشة نورمال تعيش كيما انت كيما هي كيما الناس. الحمد لله الحمد لله مادام عطينا ربي صحتنا ونخدموا كل شيء. وتحيا عمي تبونا.